وكل الأطياف. قررنا بإقامة وقفة احتجاجية كبيرة يوم الجمعة الماضي، وفعلا بعد صلاة الجمعة أقمنا وقفة احتجاجية شارك فيها أطياف كثيرة من لجنة التوجيه ولجنة المتابعة وأعضاء كنيسة وأمناء أحزاب. وبعد الوقفة الاحتجاجية جلسنا وكوننا لجنة مخصوصة لمناصرة والتضامن مع الشيخ يوسف الباز حتى إن شاء الله يفرج عنه دون شروط. ومن أهم القرارات التي اتخذناها يوم الجمعة إقامة لجنة في تفعيل هذا النضال حتى الإفراج. أول قرار اتخذناه أولا وقفات احتجاجية على مدار 3 أيام يوميا، ابتدأت من يوم السبت أمام المستشفى برفع معنويات الشيخ ويعلم أنه ليس لوحده، ونحن كلنا الشيخ يوسف. أولاً نحن ندعم الشيخ ابن بلدنا الشيخ يوسف الباز في مطلبه للتحرر، ونرفض هذا الاعتقال التعسفي. ولكن أنا حابب أقول شغلي بالعامية لأولاد بلدي. الشيخ يوسف لم يعتقل لكونه الشيخ يوسف. الشيخ يوسف اعتقل عشان يضربوا شباب الليل اللي هو بخطب لهم كل يوم جمعة وبأم فيهم كل يوم جمعة. اعتقال الشيخ يوسف كان نكاوة في شباب اللد عن أحداث هبة الكرامة في شهر 5 2021. احنا مش لازم ننسى انه الشيخ يوسف تم اعتقاله ليس بشيء جديد، وانما هو تكملة واستمرار للاعتقالات التعسفية التي قامت بها المخابرات والشرطة للمئات من الشباب اللد، وتقديم لوائح اتهام غريبة عجيبة بحقهم. يعني ولد رمى بصله انحكم ان قعد 3 أشهر بالاعتقال، وقاتل الشهيد موسى حسوني قعد 2 يومين ولم يعتقل وتم تحريره. يعني الى هذا الحد وصل الظلم وطفح الكيل. واحنا كيف كنا هلأ نهتف قوم يا شعبي وشد الحيل، لازم يقوم الناس وينتفضوا ويوقفوا ويفهموا انه القضية هون هي قضية اللي هي زادت عن حدها.